يوم بدر. بدر بدر بدر. وبعد الهجرة بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرون والأنصار يبنون في المدينة مجتمعهم ويؤسسون دولتهم، ومضى على حالهم تلك عام ونصف العام حتى هيأ الله تعالى لهم فرصة ذهبية وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاسمة ضد المشركين، وذلك في يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وكانت الخطوة العملية في طريق نشر الدعوة بعيد الهجرة أن أمر الله سبحانه رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بمحاربة الكفار عقب ما لقيه المؤمنون منهم من صنوف التعذيب. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نحن فرسان لنا الخيل مهود إن دعا الداعي أجبنا للنداء. فنزلوا قريبا من جبل أحد في مكان يقال له عينين يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة 3 من الهجرة. وعندما وصل جيش الإسلام إلى جبل أحد ماذا حدث؟ وسار النبي عليه الصلاة والسلام بمن بقي معه من الجيش حتى نزل الشعب في جبل أحد، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة جاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد، وهناك عبأ جيشه وهيأهم صفوفا للقتال، واختار فصيلة من الرماة الماهرين قوامها 50 مقاتلا، وجعل قائدهم عبد الله ابن جبير، ووضعهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق تل عينين المقابل لجبل أحد، تلا صغيرا مقابل جبل أحد الجبل العظيم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:
امكثوا هنا واحموا ظهورنا، ولا ينزلن احد منكم ابدا حتى ولو رايتمونا تتخطفنا الطير، يعني لو هزمنا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ونادوا في القوم ولا تهنوا فأنتم الأعلون، فلا تهنوا فالله معكم، فلا تهنوا ولا تحزن فالله حسبكم ونعم الوكيل، فلا حزن ولا شجن بظل مدبر الأمر، فلا تهنوا فلا تهنوا. لجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجبل وهو يتألم، يقول أبو طلحة: فما استطاع أن يصعد على الصخرة من شدة الآلام وكثرة الجراح، فحملته على ظهري، وحينما كانت جراحه تضمد قيل أنه وضع على ظهره، استلقى على ظهره عليه الصلاة والسلام. هجم عليه أبي بن خلف لما رآه مستلقيا قال: سأقتله. بعد انتهاء المعركة منهم من مات ومنهم من جرح، والنبي يسأل عنه: أين سعد بن الربيع؟ أين سعد بن الربيع؟ ابحثوا عن سعد بن الربيع وسلوه كيف تجدك، ابحثوا عنه وأتوني بأخباره. فإذا بالصحابة يفتشون: وين سعد بن الربيع؟ أي شرف هذا الرسول يسأل عنه؟ فإذا بهم يجدونه بين الجرحى وهو يحتضر، قالوا: يا سعد، يا سعد، رسول الله يسأل عنك، يبلغك السلام ويقول: كيف تجدك؟ شلونك؟ وهو يحتضر، قال: أبلغوا رسول الله مني السلام وقولوا له إني أجد رائحة الجنة. شميت الجنة، شميت ريحتها، خلاص، شوف البشرى. ثم قال: ثم اذهبوا لقومي الأنصار، شوف الشاهد، ثم اذهبوا لقومي الأنصار وقولوا لهم، وقولوا لهم: لا خير فيكم، لا خير فيكم، ما فيكم خير، لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. إذا فيكم واحد حي ووصلوا إلى رسول الله كلكم ما فيكم خير. أي حب لرسول الله هذا؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد أنزل الله تعالى فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا تراهم إن دجى ليل لربهم مناجينا وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدينا سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا سلام
وتدركوا كويس قد ايه الناس دي بذلت. كان النبي بيجي هنا كل يوم سبت يسلم عليهم مخصوص، يزوجهم ويسلم عليهم ويقول السلام عليكم يا شهداء احد، انتم السابقون وان ان شاء الله بكم لاحقون، السلام عليكم يا حمزه، السلام عليك يا انس بن النضر، السلام عليك يا عبد الله بن حرام، السلام عليك يا مصعب بن عمير. هنا المكان دون قد ايه ناس ضحت وبذلت. رؤيتكم للمكان ده يشهد عليكم يوم القيامه، رؤيتكم للمكان دون يقول لكم عملتوا ايه. هنيجي يوم القيامه وتقابلوا مصعب بن عمير ويقول لك عملت ايه للاسلام، تقول له انا صليت، يقول لك بص على دراعي، بص على دراعي، ده انا بذلت قوي، انا ضحيت قوي. سيدنا حمزه يقول لك بص على بطني، بص على احشائي. عبد الله بن حرام يقول لك بص على جسمي. وانت عملت ايه، انت قدمت ايه؟ المكان ده غالي قوي. مجرد ان انتوا تصوروا المكان ده وشفتوا المكان ده مش لتقديسه، انما رؤيتكم للمكان ده علشان تيجي يوم القيامه وتقول يا رب انا من يوم ما شفت مكان شهداء احد عملت وبذلت واعطيت. السلام عليك يا حمزه، السلام عليكم يا شهداء احد، انتم السابقون وان ان شاء الله بكم لاحقون. والله يا اخوانا انا زرت مقابر كتير، كل مقابر تزورها لازم ينقبض قلبك، لكن تيجي هنا تحس براحه نفسيه، تحس ان الجنه موجوده هنا. المكان ده يا جماعه اللي انتم شايفينه قدامكم كانك شايف حته من الجنه، وخلفيته زي ما انت شايف جبل احد حته من الجنه. انتم بتتفرجوا على ناس من اهل الجنه وبتصوروا بتتفرجوا على جبل من الجنه. المكان ده اغلى مكان تقدروا تفتكروا بيه انك لازم تعيش لرسالتك. اقسمت عليك بعد ما شفت المكان ده انك تعيش للرساله بتاعتك، انك تصلح في الارض، انك تعرف قد ايه حب رسول الله غالي. نص الناس دي ضحت وماتت وهي بتدافع عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يا اللي بتقولوا على خطى الحبيب.